أحبابنا الكرام النفس لها شهوة كبيرة في الكلام الذي تهواه من غير تفكير في عاقبته، ماذا يصيبني من هذا الكلام في الآخرة أو في الدنيا من غير تفكير في عاقبة هذا الكلام الناس يتكلمون، وروى ابن حبان أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بشيء أعتصم به أي علمني أمرًا أتمسك به لديني فقال عليه الصلاه والسلام قل امنت بالله ثم استقم اي ثبت على الايمان ثم استقم اي اعمل بطاعه الله واجتنب المعاصي ثم سفيان سال النبي عليه الصلاه والسلام عن اشد شيء يهلكه يعني يضره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اي ان لسانك هو اشد ما اتخوفه عليك يعني اكثر ما يضرك معاصي لسانك فحفظ اللسان امر مهم يا احبابنا واكثر ما يهلك الانسان في الاخره معاصي اللسان لان الكلام سهل على اللسان المشي يحتاج الى كلفه اما اللسان سهل ان ينطلق بما يشاء فاكثر ما يفعله الانسان من الذنوب هو من اللسان فيجب على الانسان يا احبابنا ان يحفظ لسانه، وطريقه حفظ اللسان ان يتفكر الانسان في عاقبه ما يخطر له ان يتكلم به، ثم ان لم يكن فيه خطر ينطق به، هذا طريق السلامه. اكثر الكفر يكون باللسان واكثر العداوات سببها اللسان واكثر الخصومات كذلك واكثر اسباب التباغض والتقاطع هو اللسان. كل انسان يحاسب نفسه ويفكر فيما يعود عليه بكلامه الذي يتكلم به قبل ان يتكلم فبذلك السلامه في الدين والدنيا وفقكم الله لما يحب ويرضى